فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل، يقول ما نصيحتكم لمن يدخل في الإسلام في البلاد الكافرة ثم بعد ذلك يبدأ مباشرة في الدعوة ولا يركز على دعوة أقاربه بل يذهب إلى البعيد؟ أول شيء كيف يبدأ بالدعوة وهو ما بعد تعلم ولا بعد هو حديث عاد بالإسلام؟ لازم يتعلم، الدعوة لازم تكون عن علم، فيتعلم أولا ثم يدعو إلى الله ويبدأ بأقاربه. وأنذر عشيرتك الأقربين، يبدأ بأقاربه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.